هورنغراخت أو قناة المومس، هذا اسم أول عمل فني من نوعه يقام في المعرض الوطني في لندن. هذا العمل الذي يصفه البعض بالمثير للصدمة والجدل هو من أهم وآخر أعمال الفنان الأمريكي إدغن هولتز قبل وفاته في التسعينيات. قناة المومس الذي أكملته أرملته الفنانة نانسي في أوائل السبعينيات وأنهته عام 88 لا سابق له كعمل يقوم على ما يسمى فن التركيبات الذي كان كين هولز أحد مبتكريه. يعالج العمل قضايا تتعلق بما يسمى الجنس الخسيس أو القذر وطيش الإنسان والجرائم الاجتماعية من انحراف واستغلال وسرقة وإدمان، ولعل هذا ما تستشفه عين الناظر المختلس إلى هذا العمل الذي يجسد حي الدعارة بنوافذه المتوهجة وأزقته الأفعوانية المتلوية باتجاه المجهول وشوارعه التي قد تبعث في مرتادها إحساسا بقشعريرة خوف مرضي من الأماكن المغلقة. لم يكن قذرا، كان جميلا كما يمكن للمختلس النظر أن يراه من خلال الواجهات والستائر العتيقة والألوان والضوء. هذا عمل يمتع أعين مختلسي النظر. دمى العرض نصف عاريات تسبحن ساكنات في أضواء قرمزية تغشى الأعين، ودراجة هوائية للزبون أو حاوية قمامة هناك ولافتة هنا تكمل المشهد البصري لتجعل أجزاء العمل التركيبي تتلاعب في عواطف الناظر. تكوين هذا العمل التركيبي سوداوي كالح، إذ تؤطر واجهات النوافذ في هذا الشارع الأشبه بزنزانة تحت الأرض وجوه الفتيات التي أحيطت رؤوس الدمى التي تمثلهن بأقفاص الصفيح بينما تصدح موسيقى في جنبات المكان. وبين الزوايا يلمح المختلس مرايا منثورة هنا وهناك، كأنما هي شاخصة تعكس إلى جانب الواقع حولها صورا اجتماعية مشوهة أو أملا لفتاة في مستقبل أفضل قد لا تراه أبدا. ويتلاعب الفنانان بمنظر حبات المطر على النوافذ في الخارج حتى لا يخيل للناظر من زاوية أخرى أنها دموع تسير على وجنات الفتيات في الداخل. ومن المثير للدهشة أن القائمين على المعرض جعلوه إلى جانب لوحات هولندية تتكلم عن الدعارة تعود إلى القرن السابع عشر، لكن سرعان ما يتلاشى العجب عندما يدرك الناظر التوازي بين الماضي والحاضر. على سبيل المثال لدينا لوحة تظهر أرستقراطيا مع مومس صغيرة. هذا منظر فظيع، لكن بما أنه عمل يعود للقرن الثامن عشر فقد أصبح لسبب ما آمنا من غير صادم. بوضعنا عمل هورنغراخت في المعرض نضعه في إطار يتماشى مع ما لدينا من مجموعات فنية. ربما يثير هذا العمل التركيبي الجدل بشكله وتقنيته والقضايا التي يحاول أن يتناولها، لكنه بالتأكيد يلقي الضوء على فنان قد يكون من آخر عمالقة الفن في القرن العشرين ممن لم يعرفهم الناس حق قدرهم. توفيق السهلي، BBC من المعرض الوطني لندن.